السلام عليكم، عدنا للعبة ليج اوف ليجند والرابطة البلاتينية، واليوم نلعب بالشامبيون كيتلين، وحنلعب في اي دي سي طبعا مع الشامبيون بليدز. وراي بليدز ليكو، هو السبورت تبعي. بالنسبة لفريقنا عندنا زد هيكون على الاغلب ميد، وفلاديمير يروح توب، ما اعرف اذا هيغيره، وليسن هيكون جنجل. بالنسبة لفريق الخصم عندهم لوكس ميد، عندهم فين مع مين؟ مع بانث. نعم، فين مع بانث هيكونوا، او بانثيون هيكونوا بوت. عنا اليس هتكون توب، ونونو هيكون جنجل. طبعا يمكن هذا الحكي كله يتغير وقت المباراة تبلش، ما بنعرف. بس حبلش دوران، انزل لتحت بشكل سريع. فين مع هيل زائد بارير، يعني هذا الشيء قوي كتير بالواحد على واحد، ولكن ضعيف كتير بالخمسة على خمسة. هاي الملحوظة اللي بدنا نقولها. خلينا نطور ترابات ونروح ننطلق. أول تراب هون بشكل سريع. طيب كيف هالمباراة بدها تمشي وكيف بدنا نتعامل معها؟ بعتقد إنه يعني مباراة غريبة شوي، والبانث ال وتكون البانث هو السبورت. هذا الشيء نادر، ما بتشوفه دائما، بس هو قوي، ما له ضعيف نوب، لأنه عنده ستان، عنده ميزات كتير. فلاديمير ما اجى لسه، بقرب انا لهون بلحق فريقي. فريق خصم مين؟ جانجل نونو. نونو حيروح بلو المفروض. هون ممكن ناخد كيل. حط تراب ونرجع لهون. بلش عريض. انطلق لتحت. فين بلشت بالسي اس. هل حلحق اخذ اول سي اس ولا لا؟ هلا بنشوف. راح علي وحده، راح علي وحده. نعم، يلا بسيطه. بليتز بداية حامية من بليتز. نضرب بانس، نرقص معه فعليا لبانس، ما فينا نقتله كتير. بيلعب رماح. بليدز عم بفكر كيف بده يلقط حدا من الخصم. وبليدز لقط بانس، وفرست بلاد لإليس. فرست بلاد لإليس غير متوقع بصراحة. هلا بدي اضرب كتير اليونيتات ضرب عادي مشان نرجع طاقة. ما عم بلعب بطريقة ال لونج سورد مع تو بوشنز. بليدز عم بيحاول يعمل هوكس. سي اس انا 14، فين 13، تعادل. بانس بفوت علينا هيك، وبحط تراب هون، وبرجع كيو هيك. صبت فين، بس الماوس طارت لفوق لسبب من الأسباب بعد ما أطلقنا. كان هي من قوة الضربة تبعنا. نحاول نضرب هيك، نضرب اللاعب بانس، نزعج قد ما فينا. طاقته صارت قليلة والله.
ريكو بانس ورا، اضرب كيو، ما صرنا فيها، ما بيموت يعني، بس انه محاولات ازعاجية. نضرب اي كيو هيك، وبانس بطاقة قليلة كتير، عارف كيف نتعامل معه. الضغط هات ما حيخلي فين. فين استعملت الهيل مشان رفيقة بانس. طبعا هذا الشيء اللي عم يخلي فين ما تقدر تعمل فارمينج على فكرة، ما تقدر تجيب كتير سي اس. انا سبقتها هلا بثلاثة، كنا متعادلين، هلا سبقتها بثلاثة. رقم ماله سي، بليتز اخذ مني يونت. يلا معلش، وحدة ما بيأثر كثير. زي حاول نضغط اللاعب بانس كيو يهرب منه. والله يا سلام على رينجك يا كيت، ما احلاها، رينج جميل جدا. بيموت فلاد مرة تانية؟ نعم مرة تانية، فلاد بيموت مرتين. يبدو انه خسران التوب تماما. ناكل ضربة من التاور. نضل عم ناخذ اليونيتات بهاي الطريقة. وبليز بيلقط فين، حاول نضغطها، بفوت علي بانس، بيلقطه بتراب. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الانغام، يا سلام على الالحان. قتلت اللاعب بانس بحركه جميله جدا، تعاد مرات ومرات. للي جداد بكيت، طبعا اللي بيعرفوا كيت هذا الشيء عادي، بس اللي جداد بكيت بنقول عملنا حركه، عامل بارير، عملنا حركه كثير حلوه. فلاش لقدام، كيو واي مع ضربه، يعني كل الكومبو اللي ممكن يصير باخر نقطه قدرنا ناخذ الكل. حركه كثير حلوه، بتنحط من الحركات الحلوة اللي تذكر التاريخ تبعنا أنا والمشاهدين. بنرجع لورا لنشتري بقى، حنشتري هذا الايتم. نتيجة 1-3، نحن هلا أخذنا أول كيل بفريقنا. نعم أول كيل، وهيك يلا يلا ننطلق. بانس شو عم بيساوي؟ عم يكمل، عم يروح وورمونك. نعم وورمونك. بالنسبة لفين لسه ما عم تروح شيء، ما رجعت تشتري. السي اس انا 49، فين 33، وفريق نتيجة 1-3. فلاديمير خسران تماما التوب مثل ما الواضح. زيد حيروح يساعده. بليتز عم يحاول يلقط الخصم. يلا يا بليتز عملت شيء. بليتز بيحاول ولكن تفشل المحاولات كلها. كيو هيك، عم نعبي طاقة هلا. واخيرا فلاد اخذ كل بعد ما مات مرتين، بس اخذها على نونو مو على اليس. اليس شكلها ما بدها تموت. لوكس اخذت كل على فلاد. حاول ناذيهم للخصم قد ما فينا. بانس طبعا فكره من بانس انه انت على المدى الطويل عم تضمن انه بنهايه اللعبه اذا صار معه فول ايتمز عندهم تقدم بهذا، لانه عندهم بانس. يعني هيك ممكن الواحد يفكر فيها. حط تراب امامي، نضرب فين، شوف فين قد صارت طاقتها، وضع جيد. نجي لعند البلو بشكل سريع. زيد ما بده بلو لانه لا هو ولا لي.
وننطلق هيك هيك هون. معقول يلقطوا بليدز؟ اضرب كيو هيك وتراب على الارض. اخذنا كل شيء. اضرب تاور معناتها. نكمل الضغط تبعنا. حط تراب تاني بهالشكل. بانس بيجي بالتيميت. وبنلقط بانس وكيو وإي وأخذ الكل. إي آلي. كمل دفش تبعنا. حط تراب هيك. لي تركنا. فكرت لي لساته معنا. رجع هيك. اضرب نونو هيك بهالطريقة هاي. عندي لسه بارير. اصمت شوي. بحط تراب هيك. كيو هيك. شكلي صبت فيه صبته لهذا النونو بهالكيو. مستعمل بوشن والله. لوكس اجت وبستعمل البارير وبطلع من سهر نونو بحركة خلفية وبنطلق بأقصى السرعة باتجاه التراب، والتراب بيلقط نونو وبضل رايح هربان. فين تلحقني وبعمل كيو هيك وبضربه لنونو وبضربه كمان. دبل كيل. بس اكيد اكيد فريقي مفروض ياخذ دبل كيل بالمقابل. نعم. يلا يلا يا زيد، يلا يا زيد اول كيل ويلا الثانية، يلا الثانية. لا 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 ما في اجنايت. خالص. لوكس كمان والله بتتاخد تحت التاور. دايف دايف دايف. لا دايف ما فات. لي ما فات. لي خاف. زيد طاقته 8. زيد طاقته 8 وما مات. يا الله هالمعركة. اشتري هاي وبنشتري البوت وبننطلق. علقات غريبة عم تصير بالحارة تو البوت. بس حلوة والله، مشوقة ومسلية وجميلة. ونروح لتحت لندافع فعلا على جميلة. فين اخذت الكل شيء؟ نعم فين عندها 2 كل، انا عندي واحدة. فين ما عندها ولا اسيست، انا عندي 2. بقى فعلا انا شوي سابق فين مع السي اس. انا 80 هي 39. حاول نأذي اللاعب بانس. نضرب كيت. عفوا نضرب فين. نبطئها هيك وهي بتضربنا. تبادلات مشتركة. حاسس بخوف. يلا يا بليتس تعال، بدونك ما فيني العب كتير. كيو بتصيب فين. هاي هاي هاي. ضل عم تدفشنا فين. بدنا نعمل فارم. بليدز بيحاول ياخد. حط تراب وبرجع لورا هيك بقاتل بعيد شوي. بستعمل بوشن وكيو هيك والتمت ويلا. يا سلام يا سلام على الانغام وعلى الالحان. وقتلنا اللاعب فين وما زال تقدمنا مستمر. والله التمت جميل. كيت لاعب قوي جدا. لاعب نونو هون. رجع لورا. كيلينج سبري من اليس. اليس يا الله 3-0-1. تقدم قوي من اليس. حاليا حنشتري البي تي. شت داون. يا سلام 432 جولد لصديقنا. هروح باتجاه الميد. لي هون، هدول هون. زيد عم بيحاول ياخد توب تاور. انا حروح على النص. ضربة ايد بلحقها يا ترى؟ ما بلحقها. ضرب كيو هيك.
ناخدها دول بشكل سريع. علقة هون شايف انا بيهرب زاد، معناتها انا حفوت تاور، والله حفوت هيك فينانت فوق. شو مساوي غريب؟ حط اشارة انه فوتوا هون. اللاعبة لاعبين هون في من الخصم. لازم نروح لتحت بشكل سريع. بليتز عم يحاول يلقط لوكس، لقطها للوكس وعم يحاول يقتلها. زيد حياخذ الكيل بعدين، لا اخذها بليتز. هون لقيت منظر كثير غريب، لقيت اللاعب نونو عم بيقتل الدراغون وبدي احاول ازعجه شوي. نونو اخذ الدراغون، طبعا لو وصلت قبل بثواني كنت قدرت يمكن اسوي شيء، بس ما فيك تاخذ الدراغون من نونو، عنده سمايت وعنده سحر اللي بيعمل ترو دامج على المونسترز، بقى كثير مستحيل. كل الاحوال بحاول كمل على الكمينت اللي هون كيو هيك، وهي هي هي نروح على البلو. تعبت البيتي، تعبت بقينا لوحدة بس. اوه لقطة حلوة من اليس والله، من هون من هون لهون جميلة. البلو رايحة، نرجع لتحت مرة ثانية. 1100. لا إذا بدي أقضي هذا عم يجيب أرمور، ما عم يجيب أرمور. هلا فيني روح هاي، هلا نشوف حسب المصاري. خلص هاي خالصة تمام. كل فريق الخصم باين ما عدا بانس، مشان هيك حكمل دفش تحت. دبل كل نونو. ونكمل. كثير خصم تاركين تحت تماما، وانا استغل هالموضوع وادفش تاور فوق تحت، وبعطي اشاره انه تفوش تاور النص كمان، يعني خلينا نستفيد من هال الهجوم الزايد على التوب من فريق الخصم. اخذنا التاور ليفل 2، ومو بس هيك حضل دافش على التاور ليفل 3. بركي بركي ما بيتاخر ولا يجي وباخده، بروح نصه على القليله نشوف. هلا انا عم بضرب التاور ليفل 3 باقصى سرعه. قربت اخده، خلص ما عاد فيني اعمل اكثر من هيك. نونو حيبطئني طبعا، اعمل هيك واعمل هيك، اهرب منه وانطلق هيك. اثنين لاحقيني بالوقت الحالي، بانس اسرع مني بالحركه بشكل عام، وبرجع على هون بركض هيك بركض هيك. وينو بانس؟ اه بطلع الفلاش، يا سلام خدعته خدعته خدعته. لول اللي صار حركة فظيعة، ضليت عم بستنى بانس لغاية ما اجا نط علي بستنوا فلاش، قام نطيت فلاش للجهة الثانية. وهو استعمل الالتيميت، يعني حلوة حلوة كمان، حركة جميلة والله. المباراة فيها محتوى رهيب، النتيجة 10 10 10 10. مباراة غريبة، غريبة ال غريبة الأوضاع. أروح على الريد، مباراة غريبة جدا، بس هي المنظر اللي صار في تحت والله مضحك. أول شيء عمل لي التيمت هون، أما أنا رجعت لهون، بعدين نونو ضرب لي التيمت تبعه، نطيت بإي بس أكلته، ما إنه قدرت أهرب منه نهائيا. بعدين فات علي ال شو بسموه، البي تي عندي معباية. كمل من هون. طبعا انا وصلت لهذا التاور وساويته 400، هذا شيء كثير منيح. بليتز مات،
حط تراب هيك. لوكس تحاول تلقطنا، تستعمل سحورتها، تعمل كيو امامي هيك. زيد بحاول يأثر على الخصم بخيالاته، كيو مني جديدة، اجا فلاديمير اللي عم يحاول يلقط حدا. مباراة كاملة وليسين لقط واحد، حط تراب جديد. وضع المانا معي ما منيح كثير، حبي طاقتي باليونيتات بشكل سريع. استعمل بوشن كمان ليش لا. التمت على الاليس، اوه ماتت اليس، يا سلام. نحط تراب هيك وكيو امامي ونحاول نأذي اللاعب نونو. موت يا نونو، مات نونو، وبرجع لورا وبستعمل البارير تبعي بحاول اقتل بانس. مات بانس، علقة جميلة. انا ما اخذ كلات، بعتقد كله اسيستات، بس عمل دمج عالي كثير. الالتيميت من البداية عمل تأثير عالي. والله حروح لتحت. لازمنا اي اي كتير لهالدمج اللي عم بيصير. زاد عم يحاول ياخد تاور، برافو عليه. اذا اخده ممكن، يعني احتمال هو. بعطي إشارة إني رايح على البلو، بعطي إشارة على إليس. قربت وصل لك يا إليس، ما طلعت معي إليس. حاول نقتل إليس بالتراب، على إليس. نعم بالتراب، ما معي حق التيمت، ما معي حق التيمت. مانا مانا، أعطوني مانا. حاول اقتل البلو بسرعة عشان يصير معي مانا. برات الرينج، موضوع المانا أنقذها لإليس. نعم هل ترى ممكن يكون في حدا هون؟ نجيب الدراغون لبرا، نضربه ناخده ببلاش. اشتري هاي، لا بليت فكر ومات. ام رجع لورا. تعال يا بي اف سورد، فريق الخصم نونو عمل سولو للبارون، ما بعرف شو معه ايتمات. اي ممكن، مشان هيك لازم يكون في وورد على بارون دائما. فريق خصم هلا صار في عندهم افضلية جيدة كثير. انا رايح بالطريق، بحط ترابي هون وبضرب هيك، حاول القط حدا. يلا اليس التقطت ونعمل لها هيك لاليس. وين اليس؟ وين اليس؟ نعمل لها سنايب لاليس. وداعا يا اليس. اليس ما ماتت، كيو هيك. اليس ما ماتت، طولت كثير لتموت. والله ماتت، ماتت. مين مات؟ مات زيد وبليدز مقابل فقط اليس. المشكلة أنا عندي ما عم باخد كيلات كتير. رجع لورا بشكل سريع وتراب وفلاديمير التقط، ما بعرف يقدر ينفذ منها ولا لا. نحاول نساعده قد ما فينا. مات بألتيميت من لوكس كيو. فريق خصم بيرجع طاقة بسرعة طبعا لأنه معه البارون باف. Don't be caught flat-footed.
على ليلة انا عم بحاول ضل جيب سي اس بليتس اجا ما قدر يصيب حدا. اعمل كيو هيك ارجع لورا الثانية المناسبة زاد يمكن يموت بحط تراب هيك للمساعدة ولوكس بتلقطني وبرجع لورا كيو انمي هاز بين سلين اليس ماتت ومات زد بالمقابل ما عاد فينا ندافع اكثر من هيك وين باقي الفريق بدنا باقي الفريق نعم وبرجع لورا وبقتل من بعيد ما معي طاقة ولا مانا بس حضل حاول اقتل نونو شوي نونو تانك طبعا كثير صعب انه يموت بكل الاحوال بنضل بنحاول صبت لوكس كمان بالكيو تبعي مات نونو اخيرا بضل مكمل على هدول هيك يعني على هطلع لفوق وتحت مدفوش حارتنا كلها مدفوشة ما بعرف ليش بكل الأحوال 2250 منيح أنا يعني ما موت زيادة يعني فين ميت ثلاثة أنا ميت مرة بس اللي ناقصني إني آخذ كيلز أكثر ممكن صير آخذ كيلز هلا وقت جيب الأي إي في معنى مانا نضرب حتى كيو هيك ونرجع على القاعدة بسرعة وبنرجع على القاعدة شو نشتري؟ نشتري هاد والله جعبالي طور هذا البوت مشان كل ما ارجع على القاعدة انطلق بسرعة ليكو هالانطلاقة الجميلة هي مباراة كتير متعبة نعم متعبة 17-17 النتيجة الدقيقة 26 ما معروف مين الفائز انت هلا يا مشاهد ويا مشاهدة بتقدروا تحكموا مين هو اللي فائز بالمباراة بتقدروا تتحذروا بتقدروا تتوقعوا تقولوا رأيكم الشخصي وتفكروا تقولوا حيربح هاد الفريق ولا هاد نرجع نكمل احنا هيك طبعا ما لازم ياخذوا بارون مرة ثانية مثل ما عملوها هذيك المرة المعركة بلشت بحاول انا من هون اجي وبحط فلاش وبضرب هيك بقتل فين قتلت فين وبحاول اقتل هاد كمان ودبل كيل وبرجع لورا شوي بحط البارير تبعي اليس على الاغلب جاية لي بضل راجع لورا اليس بتلقطني يمكن بدها تفوت علي ما بنعرف بحط عليها التيمت لا لوكس بتموت لوكس قبل ما يطلع الالتيميت ناخذ بس اسيست وما صفي غير اليس من فريق الخصم نعمل هيك نعبي طاقتنا بشكل سريع باليونيتات هذا احسن حل وندفش لازم ندفش لازم نستفيد من اي فرصه عم تجينا لانه المباراه كثير ماشيه على يعني على حد خطر كبير لازم نستفيد من اي شيء نعم اشاره على التاور انه ضربوا التاور ناخذ انهبيتر طبعا غلط اللي عم بيقول الباك الصح انه ناخذ انهبيتر ونرجع وبرجع انا لتحت طلق هيك حط هي هون قول تشيك ريد لرفيقي وفريق الخصم من هون انا بروح هيك يبدو بالتراب تبعي لقط حدا حط تراب جديد هون نونو هون لاحق لي بننط عليه من ورا وبنركض عليه من ورا وبعتقد ناخذ كل عليه لنونو هلا نونو شو حيقدر يساوي شلون بده يهرب ما بعرف حضل اضربه والتيمت على نونو باي باي نونو يا سلام يا سلام مات نونو وبيجي مثل التيمت من اللاعب لوكس وبعمل هيك بحاول اخذ البلو بشكل سريع ونعمل هيك كيو على هالذئاب هدول نرجع نشتري شو بدنا نشتري نشتري الاي اي نخلص منها وبعد ما نشتريها حروح والله خلص السرعة يلا بخلص السرعة ماشي الحال انطلق بشكل سريع هيك نتيجة تي انا الشخصية 519 اقل واحد ميت باللعبة انا
عم نحسد حالنا بس، منيح لابسين ازرق مشان الحسد، يا سلام. بس يعني لازم نضل بهالطريقه، اللعبه الدفاعيه اللي عم نلعبها، لانه اذا قتلونا اول علقه حيكون مشكله كبيره كتير بفريقنا كايدي كاري. يلا ناخذ الدراغون يا شباب. وانا فايت على الدراغون ولي جاي على اساس اخذت الدراغون. طبعا اشارة على البارون، وفريقنا لقط هذا اللاعب رايح لعند زيد لساعده. قربت وصل، وهي التيمت على، يا سلام يا سلام، حتجن حتجن اليس من الالتيماتات اللي عم تضربها عليها دايما، كل شوي التيمت كل شوي التيمت، ما في حدا يساعدها من فريقها. وبقضي على اللاعب لوكس وبكمل الفوتي على هذا التاور، بحط هذا التاور اللي تذكره اول اللعبه، فت عليه ودمرته وبرجع هيك بايه. يلا بعبي طاقه من اليونيتات. يا الله هذا التاور قديش هلا فادتنا، يا اللي عم يشاهد من البدايه قديش فادتنا الفوتي اول اللعبه وهذا اللي عملناه بالتاور. حاول اضرب شوي اللاعب نونو، بطل له طاقته، بخلص على الانهيبيتر، بحط تراب هون، طاقتي قليلة والله، حاول عبي طاقتي بيونت أو أي شيء، حط تراب هون، كيو أمامي، إليس جاي لعنا بطلع منها بي إي، وإليس لساتها لحقتني، بحاول أضربها، بيجي لعندي لي، بحاول أقتل إليس، بضربها لإليس، بحاول أضربها أكثر، وكيو خلاص قتلت اللاعب اليس، والتيمت على بانس، وداعا يا بانس، ونقتل بانس وبحط البارير وبقتل اللاعب، بقتل اللاعب نونو. ما بموت لسه، ما بموت، نعم ما بموت، وبحاول اخذ بالكيو كوادرا كيل. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله على هالكوادرا كيل، كوادرا كيل من ولا شيء، كوادرا كيل تعاد آلاف المرات، نعم تعاد آلاف المرات. ما بنقول، شو بدنا نقول، ما فينا نقول شيء غير يا الله ويا سلام. وعلى هالكوادرا كيل اللي من ولا شيء، ولا شيء كانت تعطي ولا شيء، بس يعني كانت جميلة جدا. اللي بيحب حركات كيت بيقدر يعيد يعني مباراة كثير من المباريات اللي جدا الحماس. انا يعني كنت فعلا فعلا بدون اي مبالغة وقت كانت النتيجة لهلا بتذكر 17-17، ما عندي فكرة اذا حنقدر نربح، خصوصا بعد ما شفت يعني انه نونو عمل سولو لبارون، يعني كان عندهم فرصة انه يرجعوا يعملوا نفس هالخدعة مرة تانية ويستفيدوا من قصة انه اخذوا اول بارون، بس فريق الخصم ما استفاد من الموضوع، احنا استفدنا بالعلقة اللي بعدها، وصار معنا شوية حظ، شوية خبرة من بعض اللاعبين طلعت بالعلقات كانت جيدة وربحتنا المباراة. بتمنى اذا انتم اول مرة عم تشاهدونا تنزلوا لتحت اعملوا سبسكرايب لايك، وليش لايك لايك نعملكم هيك، اعملوا لايك وبتعملوا شير وفيفوريت وكل الاشياء اذا بتقدروا، ويا ريت طبعا على الروابط الموجوده تحت قدامكم هونيك موجودين، وبنفس الموجودين تحت المقطع بالديسكربشن، تلحقونا على الفيسبوك وتويتر مشان التواصل، مشان نقدر نبعث لكم شيء اذا في شيء، وتعملوا لنا لايك وفولو عليهم يعني مشان تساعدونا. وكان معكم عمر صاحب ايديل 1 جن جن 1، بتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا شوي من هالمباراه، ومع السلامه.